شهد محافظ أسيوط هشام أبو النصر سلسلة من الأنشطة والفعاليات بقرية موشة التابعة لمركز أسيوط كنموذج متكامل في إطار المبادرة الرئاسية بداية جديدة لبناء الإنسان. كما تفقد المحافظ ومرافقوه القافلة الطبية المجانية التي نظمتها مديرية الصحة بالمحافظة للكشف على المواطنين وتقديم العلاج لهم بالمجان، كما شهد المحافظ الندوة الإرشادية بمركز الإرشاد الزراعي.